اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. القيعي رئيسا لشركه الكره بالنادي الاهلي وعبد القادر وعوض في العضويه. عقدت الجمعيه العموميه لشركه الاهلي لكره القدم اجتماعها غير العادي صباح اليوم بحضور الممثلين القانونيين للملاك. بدا الاجتماع بمناقشه جدول الاعمال وفقا للائحه النظام الاساسي، وجاء في بنوده اختيار مجلس اداره جديد للشركه يتولى مقاليد الأمور خلال الفترة المقبلة، وتم التكليف والتشكيل على النحو التالي. المهندس عدلي القيعي رئيسا والذي تقلد العديد من المناصب الإدارية داخل النادي على مدار ما يزيد على 50 عام قضاها في خدمة النادي، سواء عضوا بمجلس الإدارة أو مديرا تنفيذيا أو مشرفا على النشاط الرياضي أو مسؤولا عن ملف التعاقدات أو مديرا للتسويق والاستثمار. وفي العضوية خالد عبد القادر رئيس شركة مايكروسوفت العالمية في الفترة من 2011 وحتى 2020، ووكيل مجموعة من الشركات العالمية في التحول الرقمي وصاحب الخبرات الكبيرة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات. ورأت الجمعية العمومية ضرورة وجود هذا التخصص والذي تحتاجه صناعة كرة القدم، ويساعد كثيرا في خلق موارد مالية من خلال أفكار غير تقليدية، فضلا عن رؤيته في تسويق الحقوق الرقمية المتميزة التي يمتلكها النادي على المنصات المختلفة. المهندس أحمد حسام عوض أحد الكوادر الشابة بالنادي والحاصل على العديد من الشهادات العلمية والرياضية من الأكاديميات والأندية الأوروبية في مختلف المجالات. وكان عوض أحد أعضاء اللجنة التي شكلها فيفا قبل 3 سنوات وتولت مقاليد الكرة المصرية لعدة فترات. زاد على ذلك علاقته المستمرة مع الأندية والاتحادات الدولية. ده كان نص الخبر النهاردة لنزله النادي الأهلي للإعلان عن المهندس عدلي القيعي رئيسا لشركة الكرة، والأستاذ خالد عبد القادر والأستاذ أحمد حسام عوض.